ما تيجي نغير ديكور البيت، الكنب، الستاير. لا 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 لا، انا غير اي حاجه الا ستاير. ليه يعني؟ ممكن اغير الانتريه عادي، اغير لي مشهدين ماشي، ابطل كل يوم بانيه سهله، ابطل اساله كنت فين هاها. اغير مودي، اغير لمودي، اغير التلاجة، اغير الغساله، اغير من نفسي، اغير لبسي، اغير كلامي، اغير وعادي. ترى ما بتتغيرش تتغيرش تتغيرش تتغيرش، ما بهزرش. انا سهله اتغير معاك، اتغير عادي وبدون اسباب، في ثانيه الا ثانيه اغير الباب، لو عايز تدخل نط من الشباك. ممكن عادي افور المطبخ، اطبخ شعري احمر وافرح، ممكن ابطل اكتب وامسح، انما تجيب سيره الستاره مش هسمع. ستاره ما بتتغيرش تتغيرش تتغيرش تتغيرش، ما بهزرش.